حسام السكري رئيس قنوات ياهو في الشرق الأوسط. قمتم من خلال موقع ياهو للشرق الأوسط بقيادة العديد من المبادرات التي قمتم فيها من خلالها بإدماج البرامج التلفزيونية والإنترنت والإعلام الاجتماعي. يعني حدثنا أكثر عن المبادرات التي قمتم بها وكيفية إسراء المحتوى العربي على الإنترنت للمستخدمين. هو منذ يعني قامت شركة ياهو بشراء شركة مكتوب وإدماجها لتكون ياهو مكتوب هي واجهة المؤسسة في الشرق الأوسط، قمنا بعدد كبير من المبادرات. يعني أطلقنا بوابة ياهو العربية في الشرق الأوسط لأول مرة بمحتوى خاص للعالم العربي في الأخبار، في الرياضة، في قطاع الأعمال، في الترفيه، في مجالات كتيرة قوي، في مجالات المرأة، في عدد كبير من الاهتمامات. من أهم ما أطلقناه في العام الماضي أول قناة عربية أو أول واجهة عربية للترفيه في العالم العربي المجاني بدون قرصنة. يعني أطلقنا موقعنا اللي هو بنسميه أحيانا فيديو تحت الطلب أو سينما وتلفزيون، ليضم أكثر من 500-600 فيلم عربي، آلاف الساعات من الدراما التلفزيونية، المسرحيات إلى آخره، كلها مقدمة مجانا بدون أي مصاريف تحميل أو أي اشتراكات. إضافة لكده كمان أن احنا أطلقنا عدد كبير من البرامج مع الشباب. يعني قدمنا مجموعة من برامج الفيديو القصيرة اللي بتقدم خدمات للمرأة والطفل، اللي بتتحدث عن تربية الأطفال، اللي بتتكلم عن حتى ستاند اب كوميدي. يعني نزلنا حاجة تتحدث عن طموحات الشباب من خلال ستاند اب كوميدي يقدمها شاب شايف ان هو ما عندوش اي طموحات وما عندوش اي موهبة، وبالتالي هو مؤهل لان يكون رئيس جمهورية تحت اسم رئيس جمهورية نفسي. قدمنا برامج برضو شبابية عملوها بالفيديو عن الألعاب والجيمز والتكنولوجيا. قدمنا يعني فقرات طريفة للحديث عن نصائح في الأكل تحت عنوان دليلك للأكل غير الصحي، كلها مبادرات مع عدد من الشباب ومع استوديوهات موجودة في مختلف أنحاء العالم العربي. فدورنا الحقيقة هو إطفاء هذه الواجهة العربية من خلال بوابة عالمية تساهم في إثراء المحتوى العربي وتشجيع المواهب العربية. تحت قيادتك شهدت البي بي سي والياهو نقلة نوعية خاصة في المحتوى العربي، كيف تقيم انتشار استخدام اللي هم المستخدمين العرب للإنترنت والجوال وتأثيركم في إسراء هذا المحتوى من خلال تقديم المزيد؟ يعني بالطبع حضرتك تعرف أن 1% أو 2% من المحتوى اللي على الإنترنت عربي بس. شوفي أنا أكتر حاجة بنزعج منها حكاية 1% و2% دي، لأن أنا بفهمهاش قوي. يعني ما عرفش إحنا بنتكلم على إيه، بنتكلم بنعدهم إزاي، بنحسبها بالكيلو بايت والميجا بايت، ولا بنحسبها بعدد الحروف ولا بعدد الصفحات، وبنحسب الفيديو إزاي جنب الورق إلى آخره. لكن المحتوى العربي مش مشكلته الحقيقة الكم قد ما مشكلته النوع. يعني 1% و2% بنتكلم عليهم دول، بنتكلم عليهم آخذين في الاعتبار التكرار، اخذين في الاعتبار ان جزء كبير من المحتوى العربي بيتم تكراره، واخذين في الاعتبار انه عدد كبير او جزء كبير من المحتوى ده احيانا ما بيكونش ليه قيمه فعليه لكن هو داتا. فموضوع الحساب بالمتر او بالشبر او بالوزن مش بالنسبه لي مش هو القضيه الاساسيه. القضيه الاساسيه في حاجتين ثلاثه، واحد منها نوع المحتوى اللي بيقدم ومين اللي بيقدمه. وجزء من المشكله كمان ان احنا محتاجين نرفع المستوى مش بس عند المحتوى اللي بيقدمه الافراد والمستخدمين، لا بنرفع المستوى عند المحتوى المقدم من الشركات المحترفه، المحتوى المقدم من صحف ومجلات. ايضا هناك رحله طويله لابد ان نقضيها لتحويل جزء كبير من المحتوى اللي موجود انالوج، اللي موجود على صفحات او على ورق او موجود على شرايط، الى محتوى رقمي نقدر نعبيه على الانترنت. واحنا ثقافتنا العربيه فيها الكثير، وندعو أن المؤسسات العربية المهتمة تبدأ بجمع تراثها كله مش تراث حد تاني، وتعمل له أبلودينج وتعمل له ديجيتايزيشن على شبكة كتبنا وتراثنا، وكل ده لازم يتعمل له جمع. إذا كان في إضافة فعلا الواحد يعني بيفخر بيها أو بيحب يتكلم عليها، هي إدماج النشاط والمحتوى الجماهيري مع المحتوى الاحترافي في منظومة واحدة. يعني في البي بي سي بعد إطلاق شبكة الإنترنت في سنة 99 باللغة العربية، وبعد إطلاق المحطة التلفزيونية في 2008،
بقى في يعني مؤسسة متعددة الوسائط باللغة العربية مدمج فيها كمان أنماط إعلام اجتماعي من خلال برامج ليها دورة كاملة بتسحب جزء كبير من المحتوى من المستخدم بيشكل آراءه وأفكاره وبتدمجها في المحتوى الرسمي المقنن اللي احنا بناخده من وكالات أنباء إلى آخره. كان ليا تجربة تانية في يعني قبل أن أترك البي بي سي بقليل وهي تجربة برنامج اسمه 17 جرينتش اللي المحتوى فيه بيكون أو للمستخدم فيه بيكون جزء من عملية الإنتاج بيكون منتج بيكون باحث مع فريق البرنامج. في ياهو احنا عندنا نفخر بأنه مجموعة من أوائل المنتديات العربية اللي هي منتديات مكتوب اللي بقت منتديات ياهو مكتوب عليها حوالي 16-17 مليون مستخدم بتقدم برضو محتوى بيمشي جنبا إلى جنب وبموازاة المحتوى الرسمي أو التقليدي. والأهمية بتاعته إن النهاردة استخدامنا احنا للمعلومات بقى مختلف. يعني أنت لو تشوفي اللي بيتفرج على برنامج, أنا شخصيا بتفرج على التلفزيون لكن بيمتعني إن أنا أشوف برامج التلفزيون وتعليقات الناس على برامج التلفزيون. والاستخدام بقى متعدد الوسائط ومتعدد الأجهزة في نفس الوقت. بتفرجي على التلفزيون وبتقلبي في تويتر وبتبصي على فيسبوك وبتاخدي من دول اشارات, تلاقي في تويتر واحد بيقول لا في برنامج بتاع فلان الفلاني على قناه كذا فتروحي تشوفيه, بعدين تلاقي تعليقات الناس على البرنامج فتروحي البرنامج تاني. ففي درجه من الاندماج في عمليه استهلاك كلي لمنظومه متكامله من خلال اكتر من جهاز ومن خلال اكتر من درجه من درجات الاهتمام. يعني احنا بنتفرج وبنقرا وبنتكلم وبندردش وبنقلب وبنلعب, يعني في حاجات كتيره قوي بتتعمل في نفس الوقت وده بيزيد الأجيال الجديدة كمان عندها قدرات أعلى على المالتي سكيلينج على إنها تمارس حاجات متعددة في الوقت نفسه. فهنلاقي ده هيأثر على طبيعة استهلاكنا المعلومة وطريقة استهلاكنا المعلومات. طب كيف استفدتم من إدماج الجوال والمواقع الاجتماعية في استراتيجية انتشاركم؟ إحنا مهتمين بأنه النهاردة ما بقاش كل جهاز ينظر إليه بشكل منفصل. يعني من كام سنة كان كل واحد بيحاول يخلي اللابتوب يبقى تلفزيون ويبقى راديو ويبقى بيبعت رسائل. الموبايل كجهاز أو ديفايس بيستخدم برضو عشان تعملي بيه كذا حاجة منفصل. إحنا بنتكلم بقى على extended experiences, بنتكلم على تجارب ممتدة عبر عدد من الوسائط والشاشات. في عندنا آب أو منتج اسمه Into Now. ياهو انتو ناو ولسه للاسف ما نزلش منطقه الشرق الاوسط لكن ان شاء الله هننزله قريب. ده ابلكيشن او سوفت وير موجود على الموبايل. لو بتتفرجي على برنامج تلفزيون بتشغلي الابلكيشن ده بيتعرف على من الصوت على البرنامج اللي شغال وبتدي يسحب كل المعلومات اللي موجوده حواليه او متعلقه بيه. لو بتتفرجي على برنامج مثلا توك شو معين يروح سحب لك المعلومات اللي موجوده على البرنامج والجداول اللي موجوده فيه والموضوعات اللي بتناقش فيه ويبتدي يسحب كمان التعليقات بتاع تويتر او الهاشتاجز المربوطه بالمذيع اللي بيقدمه او بالضيوف اللي موجودين والتعليقات بتاعه اصدقائك ومعارفك على البرنامج وهم بيتفرجوا عليه والاخبار اللي مرتبطه بموضوعه. ودي تجربه ممتده بتستهلكيها بشكل اساسي البيز بتاعها على التلفزيون لكن امتدادها على السوشيال سفير على البيئه الاجتماعيه اللي انت مرتبطه بيها الكترونيا مع اصدقائك ومعارفك. كيف ترون استخدام الأفراد للإعلام الجديد حالياً ومعدلات النمو خاصة على شبكة ياهو الشرق الأوسط؟ إحنا شفنا يعني تضخم هائل في معدلات الاستخدام. إحنا كانت تقديراتنا أنه في خلال 3 سنوات اللي هي 11-12-13 هيزيد عدد مستخدمي الإنترنت من حوالي 70-75 إلى 120-130. أنا متأكد أنه هيبقى فيه أكتر من كده وخاصة بعد الثورات العربية اللي قامت والتركيز الشديد على دور الإعلام الاجتماعي في هذه الثورات. لما مكتوب انضمت إلى ياهو وده في 2009 كان عندنا عدد مستخدمين حوالي 19 مليون 20 مليون في الشرق الأوسط. هدفنا في نهاية عام 2011 عفوا 2010 ان احنا كنا نوصل لحاجة و 30 مليون فوجئنا بان احنا وصلنا ل 42 مليون وبدأت الأعداد تتصاعد في الشهور اللي بعدها 42 و44 48. السنة دي احنا آخر 2011 كنا 57 مليون يعني بنتكلم على نمو من 19 20 إلى حاجة و50 مليون قربنا على 60 مليون نمو ضخم جدا. ده نمو من ناحية العدد برضو من ناحية الكم لكن من ناحية النوع في حاجة مهمة جدا بتحصل إنه عندنا أزمة احترافية
سببها في رأيي أنه المستخدم النهاردة بقى أكثر وعياً من رجل الإعلام. يعني أنا من تجربتي الشخصية أجد صعوبة شديدة في إقناع الصحفيين ورجال الإعلام أنه إحنا هدفنا وتجربتنا ممتدة على أكثر من وسيط. إحنا مش بنكتب ورق بس، إحنا بنعمل عملية تواصل مش مرتبطة بالوسيلة اللي بنستخدمها أو بالجهاز اللي الناس بتستقبل عليه. في الوقت اللي أنت بتحاولي تعملي ده مع الصحفيين وتلاقيهم أحياناً بيبقوا في درجة من المقاومة للفكرة، وكل صحفي مرتبط بنمط معين او بوسيله معينه سواء تلفزيون او راديو متحمس للوسيط اللي بيشتغل فيه. المستخدمين مش كده خالص، المستخدمين ما عندهمش فرق اطلاقا بين اي وسيله بيستخدموها والتانيه، بيتحركوا ببساطه شديده بين الموبايل وبين التلفزيون، بين الراديو وبين الكمبيوتر، بين اللابتوب يعني ما عندهمش مشاكل. اللي عندهم مشاكل هم رجال الاعلام. فاعتقد انه الفتره اللي جايه هتشهد ضغط، وده حصل في كام سنه اللي فاتوا، من المستخدم العادي اللي بيبقى عنده طلبات معينه والإعلام بيحاول يجري ويلهث علشان يلبي هذه الطلبات. طيب المبادرات والمشاريع المستقبلية؟ أنا كلمتك عن مبادرات كتير، يعني إحنا بنوسع في إنتاج الفيديو مثلا عندنا. يعني بنحاول نعمل حاجات جديدة. هقول لك على سر مثلا إن إحنا بننتج دلوقتي ما يمكن تسميته أول دراما تفاعلية على الإنترنت. دي حلقات درامية ليها أكتر من نهاية، والمستخدم هو اللي هيحدد النهاية اللي الناس بتشوفها. بنحاول ندعم الصناعة اللي احنا بنشتغل من خلالها، هي صناعة الانتاج الاعلامي المربوطة بالاعلان، عن طريق وضع معايير لما يسمى بالبرودكت بليسمنت، اللي هو الاعلان داخل المنتج اللي المفروض يتعمل بشكل لا يقتحم عيون المشاهد، وفي نفس الوقت لا يغير من طبيعة المنتج ويحوله الى منتج دعائي، لكن في نفس الوقت هو مهم لاستمرار وجود التمويل اللي بيسمح بان احنا ندعم العملية الاعلامية دي بشكل مجاني، لان ياهو ما بتعملش اشتراكات، فالمحتوى اللي احنا بنقدمه بيكون مدعوم من خلال تجربة إعلانية حوالين هذا المحتوى. فبنجتهد بشدة بالذات في الجوانب الخاصة بالجمهور زي حالاتي كده، اللي هو المسؤولين عن المعايير التحريرية والمحتوى واستراتيجياته. بنجتهد انه ما يقدم من محتوى يكون بيقدم إضافة للناس من غير ما يكون الإعلان مقحم او مقتحم او مقتحم لحياتهم. توقعاتك لتأثير الإعلام الاجتماعي؟ بيغير الخريطة كلها. يعني النهاردة الإعلام الاجتماعي أصبح في نسيج العملية الإعلامية. الإعلام الاجتماعي قضى على فكرة أن الوسائل منفصلة، أن الاستهلاك منفصل، بيقدم خامة وبيقدم أرضية بتربط كل الحاجات اللي احنا بنستهلكها مع بعض، وبيعيد تقييمها. يعني من الممتع في الإعلام الاجتماعي كمان أنك أنت بتعملي فحص وتمحيص الأخبار. الخبر ما عادش مهم، لكن قيمة ما حول الخبر بالنسبة لي أهم. يعني في ناس كتير بتقدر تقولك لا والله الخبر ده مش حقيقي، لا أنا شفته في حتة تانية قبل كده. يعني احنا شفنا حاجات زي كده كتير، شفنا في أخبار رئيسية سواء في ماتشات الجزائر، في أحداث سياسية كتير، الناس بتقول على فكرة الكليب اللي طلعوه في التلفزيون الفلاني ده مش حقيقي، ده كان من حدث تاني مختلف تماما وحصل قبلها بكذا سنة، ملوش علاقة بالحدث أو بالوقت أو المكان. ففي محاولات جمعية من خلال هذا النسيج الاجتماعي اللي رابط الإعلام كله، انك انت تفرزي وتقيمي وتساعدي الناس ان هي بعد سنوات طويلة من احتكار العقول والإذهان من خلال اتجاه واحد بيصب في ناحية واحدة يطلع من المصدر ويتلقاه المتلقي بدون ما يكون لا حول ولا قوة له. احنا دلوقتي بقى عندنا عملية ديالوج بيثبت او بيؤكد او بيحدد فشل او نجاح اي منظومة إعلامية. شكرا أستاذ.